بسم الله السميع العليم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. بدءاً أتقدم بي التهاني لكل الأمة الإسلامية بمناسبة حلول الشهر الفضيل شهر رمضان، وإلى الشعب الجزائري بصفة خاصة والعائلات الأضرارية. إن شاء الله يعني تقبل منا الطاعات والصيام والعبادات إن شاء الله. هي حققت يعني جمعية كافية اليتيم بأضرار، نهنئها يعني على هذه المبادرة، المبادرة الطيبة، حيث أن يعني سابقة من خلال أنها يعني قاموا بمبادرة إفطار يعني لمئة يتيم، يعني يتخللها أيضا برنامج ترفيهي، برنامج تثقيفي، يعني أيضا يعني بمشاركة عدة يعني فاعلين من الأمن الوطني والجمعيات. يعني حققت يعني جمعية همس أمل لخير التضامنية يعني وكغيرها الجمعيات الخيرية أو الجمعيات يعني التطوعية بولاية أضرار، فإننا نهب يعني دائما يعني للمشاركة. تلقينا دعوة من عند الجمعية لأنه احنا إن شاء الله رانا وافين لها بنشاط ثقافي تاعنا، أنا وافين لها إن شاء الله بربي. الشيء اللي خلانا يعني نتمنوا هذه المجهودات نتاع خاصة من جانب الطفل، يعني نشاطات الطفل وأطفال اليتامى، أنه اليوم العالمي للطفل، تأينا أنه نلبي هذه الدعوة إن شاء الله في هاد الحديقه التسليه. نشكر ثاني صاحبها الزميل ثاني هو اللي راه فتحنا ابوابها ثاني، رانا نشطوا فيها احنا كجمعيه اسد الخشبه ثاني نشطوا فيها السيده قاسم محمد. نشكر ثاني كافي اليتيم اللي عطاتنا الدعوه وحتى عطاتنا هذه الفرصه باش نحتفل باليوم العالمي للطفل. وراك تشوف ان شاء الله معايا راه البرنامج راه متنوع، يعني زعما بزاف جمعيات ثاني نشكرهم ثاني اللي باو الدعوه، سواء انشاد سواء حتى الشرطه، الامن الوطني راه متوفر هنايا، جمعيه خيريه همس امل. الشيء اللي زعما اللي نسعى ليه وحنا نسعوا ليه كجمعيات. اما التطوع يعني يجب ان يكون يد في اليد، يعني سواء جمعيه كافي اليتيم او جمعيه اسود الخشبه او جمعيه نخل السبي او جمعيه همس امل، يعني لما يكون عمل يعني تطوعي يمس سواء الطفل او اليتيم او المعوز فاننا نكون يد واحده من اجل يعني عمل يعني ترفيهي متناسق جماعي ان شاء الله. وبالنسبه لجمعيه كافي اليتيم يعني هي هذه يعني تعتبر مبادره يعني من بين المبادرات يعني كثيره لها يعني فيما يخص اليتيم والارمله، وكذلك يعني نحن لدينا برنامج يعني كما اشار السيد رئيس جمعيه اسود الخشبه للفنون الدراميه، يعني يوم السبت والحد والاثنين عندنا ورشات بالنسبه للرسم تحت شعار لا لنعف. يعني املنا نحن ان يكون يعني سنه 2017 و2018 ان يعيش الطفل يعني بكل سعاده، ان يترفه يعني لا الاعتداء يعني على الطفوله بكل اشكاله. احنا ثاني كجمعيه ترفيهيه ولا كجمعيه ثقافيه في هذا الميدان انه نحاولوا نرفعوا على الطفل انه تحت شعار مع اجل طفوله سعيده، يعني الطفل اليوم رجل الغد، يعني احنا الطفل ما لازم له خاصه هذا الجانب الطفل اليتيم يعني محروم، يعني ما كاين بالك من الاطفال اليوم هذا الظلم هنايا 100 طفل راه كاين اللي ما عمره ما جاش لهاد الحديقه، عمره ما شاف مهرج، عمره ما شاف مرفع على نفسه. يعني الشيء الجميل هو هذا، هو نصنعوا البسمه، يعني صناع البسمه احنا، يعني نصنعوا البسمه في وجوه هاد الاطفال، وان شاء الله تكون في ميزان حسناتنا والناس اللي مطوعه. ونشكر ثاني الاعلام ثاني اللي هو ثاني اللي ديما نقول لانه بكم يكون لنا اسم، لانه الاعلام عنده دور كبير يعني خاصه في هذا الوقت. ايضا يعني نحن نسعى الى كل المبادرات التي ترسم البسمه والفرجه على وجوه الاطفال والبراءه، كما لدينا يعني برنامج يعني يوم 16 من جوان يعني التي تصادف اليوم العالمي للطفل الافريقي، يعني لدينا عده انشطه، يعني دار شباب ادغى، هناك يعني برامج ترفيهيه تثقيفيه ان شاء الله للاطفال ان شاء الله باذن الله. حنا الشيء اللي انا نسعى له ثاني راه عندنا برنامج على مستوى الجمعيه بالتعاون مع جمعيه همس امل، انه ان شاء الله في دار الشباب وداود نواري يوم السبت ان شاء الله ثاني والاحد والاثنين نختتموه، انه هو داير ورشه مسابقه في الرسم مؤدين صغير، هادو كاع انا دايرينهم ان شاء الله بربي. لا للعنف لا للتهميش، معا لنحمي الطفوله ان شاء الله. شكرا.